وعن مضامين الخطاب الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الشعب بمناسبة ذكرى 48 للمسيرة الخضراء، نتابع فيما يلي هذه الارتسامات لعدد من المنتخبين المحليين وأبناء جهة الدخلة وادي الذهب. اليوم هذا الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك محمد السادس عز الله وأمره كان مناسبة لتأكيد وتجديد التلاحم العظيم بين الملك والشعب من خلال يعني المسيرة التنموية التي تشهدها المملكة المغربية وخصوصا مناطق جهة الداخلة وادي الذهب. اليوم من صنط الخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار الاحتفالات بالذكرى 48 لمسيرة الخضراء المتفرعة، المسيرة التي هي استرجعت بطريقة سلمية هذه الصحراء اللي كانت تحت الاستعمار والتي تم تحريرها بطريقة سلمية بطريقة عقلية وبذكاء بالمصحف يد في المصحف، ونحن نعتز بهذه الذكرى التي هي حرارة الصحراء من الاستعمار الإسماني ونحن في إطار البناء والتنمية التي قال صاحب الجلالة عنها لله الحمد تمت، وكل بنايات المشاريع الطرق. نحن دوما نحضر لها الخطابات الملكية اللي تعطي نفحة جديدة وتعطي نفس جديد، وبالخصوص خطاب ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة الماجدة الخالدة التي قام بها جدنا المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. كان الخطاب اليوم كان يتكلم عن نفحة وعن تطور وتنمية دائمة وتنمية مستمرة، وكان جلالة الملك مصر على التنمية وأعطى الفرصة لدول الساحل بـ 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 بالمشاركة معنا في هذه التنمية.